للمشاهدين عبر قناة نورسات الفضائية وتلفزيون تيليلومير. يسر مكتب فضائية نورسات الأردن وفلسطين ممثلاً بمديرته الإقليمية الدكتورة باسمة السمعان وفريق العمل أن يتقدم من جميع العائلات المسيحية ورعاياهم في المملكة بخالص التهنئة والمحبة بمناسبة حلول عيد الفصح المجيد، راجين أن يعاد على الجميع بالخير والبركة وأن يسود العالم أجمع الأمن والصحة والسلام. والبداية مع العناوين. البابا فرانسيس أعبر عن قربي من جميع الذين يحتفلون بعيد الفصح في الشرق. رئيس الوزراء ورئيس وأعضاء مجلس النواب يهنئون المسيحيين بعيد الفصح المجيد. الأردن يستقبل شعلة النور المقدس لتنتقل منه إلى العالم. وسط أجواء من الفرح والبهجة، كنائس المملكة تحتفل بعيد القيامة. البطريرك بتسبا لا يحتفل بعيد القديسة مريم المجدلية. وفيها أيضا حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور حول مناسبة عيد الفصح المجيد. أهلا بكم. بعد تلاوة صلاة افرحي يا ملكة السماء، حيا قداسة البابا فرانسيس المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس وقال: أرغب أن أعبر عن قربي من جميع الإخوة والأخوات الذين يحتفلون بعيد الفصح ولا سيما في الشرق، ليكن الرب القائم من بين الأموات معكم وليملأكم بروحه القدوس فصحا مجيدا لكم جميعا. وأضاف قداسته: لكن في تناقض صارخ مع رسالة عيد الفصح، تستمر الحروب وتستمر في زرع الموت بطرق مروعة. لنحزن على هذه الفظائع ولنصلي من أجل الضحايا التي تسببها، سائلين الله ألا يتوجب على العالم بعد الآن أن يعيش تشويش الموت العنيف على يد الإنسان. وختم الأب الأقدس قائلاً: أتابع بقلق الأحداث التي تجري في السودان وأدعو للصلاة لكي يتم وضع الأسلحة جانباً ويسود الحوار لكي نستأنف معاً مسيرة السلام. وأفكر أيضاً في إخوتنا وأخواتنا الذين يحتفلون بعيد الفصح في روسيا وأوكرانيا، ليكن الرب قريباً منهم وليساعدهم على صنع السلام. هنأ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاوني المسيحيين في المملكة بمناسبة عيد الفصح المجيد، وأكد خلال ترأسه جلسة مجلس الوزراء أن هذه المناسبة عزيزة على جميع أبناء الوطن، داعين الله أن يعيدها على الجميع بالخير والمحبة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، يعضده سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني. كما هنأ رئيس وأعضاء مجلس النواب المسيحيين في المملكة بمناسبة عيد الفصح المجيد، وجاء في التهنئة: إننا في الأردن بقيادة جلالة الملك سنبقى أسرة واحدة، يجمعنا المصير الواحد والهدف الواحد، لنبقى مثلاً يحتذى أمام العالم في الوئام والعيش المشترك، متمنين للجميع أياماً مليئة بالفرح والمحبة والسلام. احتفالاً بعيد القديسة مريم المجدلية، ترأس غبطة البطريرك بير باتيسيا باتسابالا قداساً إلهياً في قرية المجدل شمالي فلسطين، بمشاركة المطران رفيق نهر النائب البطريركي في إسرائيل والمطران بولوس ماركوتسو. وفي عظة القداس قال غبطته: قبل زيارتي لقرية المجدل في الجليل لم أكن أعرف من هي مريم المجدلية سوى كشخصية من شخصيات الكتاب المقدس، حيث كانت حاضرة وشاهدة لأهم حدثين في حياة المسيح، صلبه وقيامته، مشيرا في عظته إلى دور حياة مريم المجدلية التائبة وعلاقاتها العميقة بالمسيح، وأضاف: في هذا العيد، عيد الفصح، نحتفل بالمرأة التي كانت أولى من شهد لقيامة السيد المسيح، التي كانت حلقة الوصل بين قيامة الرب من بين الأموات والإنسانية، حيث عرفت كيف ترتوي من ينبوع الخلاص مجاناً لتصبح شاهدة للمسيح الرب. صدحت جوقة كنيسة مار شربل بصوت الرعية: نسجد لآلامك أيها المسيح فأرنا قيامتك المجيدة. جاء ذلك خلال إحياء الكنيسة خميس الأسرار المقدس في ذكرى ليلة العشاء الأخير للسيد يسوع المسيح مع تلاميذه وغسل أرجلهم، والذي أوصاهم بأن يحبوا بعضهم بعضا. وبهذه المناسبة أقيم قداس إلهي ترأسه راعي الكنيسة الأب جوزيف سويد بمعاونة الشماس ريمون أبي تامر والشدياق سنان سلامة وحضور جمع حاشد من أبناء الرعية. بمسيرة مهيبة وبتقليد سنوي اعتادت عليه مدينة الفحيص كل عام، أقامت الكنائس الرسولية في المدينة مسيرة صلاة درب الصليب، ترأسها كهنة اللاتين وكهنة الروم الأرثوذكس وكهنة الروم الملكيين الكاثوليك.
حضر المسيرة سيادة المطران جمال خضر مطران اللاتين في الأردن، والسفير البابوي للدى البلاط الهاشمي جيوفاني بيترودال، وعدد من الأباء الكهنة والراهبات وحشد غفير من أبناء الرعاية في المملكة، حيث بدأت المسيرة من ساحة كنيسة قلب مريم الطاهر في البلد مروراً بشوارع الفحيص وصولاً إلى كنيسة المقبرة. وقد تشاركت الكنائس بمزيجاً من التراتيل والأناشيد الشجية التي أدخلت المصلين في أجواء الاستعداد لرتمة جناز السيد المسيح. أحيت كنيسة القديس بولس الرسول للاتين أجبيها قداس يوم الجمعة العظيمة ورتمة جناز السيد يسوع المسيح. ترأس القداس الأب سامر مدنات راعي الكنيسة بمعاونة الأب علاء بعير والأب سلام حداد بمشاركة كشافة الكنيسة وبحضور أبناء الرعية. في مدينة إربد أحيت كنيسة سيدة البشارة للروم الكاثوليك رتبة جناز السيد المسيح له المجد. ترأس الرتبة كاهن الرعية قدس الأب غالب بواب بمساعدة الشماس عماد حداد وفرقة الكشاف. اشتمل القداس الذي حضره حشد غفير من المصلين على تراتيل التسبيح والمزامير الإلهية التي تم تأديتها بألحان متنوعة. وفي ختام القداس قام كاهن الرعية بزياح نعش الرب في ساحة الكنيسة، كما وزع الكشاف الورود على المصلين كعربون اعتذار عن جميع الخطايا وتعبيرا صادقا عن محبتنا للرب. أحيت رعية القديس يوحنا دولا سال الفرير جبل الحسين قداس سبت النور، حيث ترأس القداس الاحتفالي سيادة المطران جمال خضر النائب البطريركي للاتين في الأردن بمعاونة الأب إبراهيم نفاع راعي الكنيسة والشماس يوسف فتال وحضور جمع حاشد من أبناء الرعية. شارك في الاحتفال جوقة الكنيسة التي قدمت باقة من الترنيم بكل فرح وسرور، وأكد المشاركون في الاحتفال أن هذا هو اليوم الذي صنعه الرب مهللين به لإدخال الفرح لقلوب الأحياء ووهب الحياة للذين في القبور. كما أحيت الرعية الكلدانية في الأردن قداس سبت النور، وذلك في كنيسة القديس جوارجوس للروم الملكين الكاثوليك في أم السمة، حيث ترأس القداس الاحتفالي الذي حضره عدد كبير من أبناء الرعية في المملكة قدس الأب زيد حبابة بمشاركة جوقة الكنيسة التي قدمت باقة من الترنيم بفرح وابتهاج. استقبلت الكنائس الأردنية التي تتبع التقويم الشرقي شعلة النور المقدس التي فاضت في سبت النور من قبر السيد المسيح في كنيسة القيامة بالقدس، حيث تم استلام الشعلة من جسر الملك حسين ونقلها إلى كنيسة الصعود الإلهي في خلدة لتوزيعها على كنائس المملكة والعالم. تفاصيل أوفى حول هذا الحدث المبارك في سياق التقرير التالي. في مشهد مهيب استقبل سيادة المطران خريستوفوروس عطلة مطران الأردن للروم الأرثوذكس شعلة النور المقدس المنبثقة من قبر الخلاص للسيد المسيح في كنيسة القيامة بالقدس، حيث استلم سيادته النور المقدس من مسؤول التشريفات في بطريركية الروم الأرثوذكس عند جسر الملك الحسين لنقله وتوزيعه على كنائس الأردن والعالم. وقد قام سيادته بنقل الشعلة إلى كنيسة الصعود الإلهي في خلدة، حيث جرى هناك استقبال شعبي حاشد للنور المقدس بحضور الأباء والكهنة ومندوبي الرعاية من لجان كشفية وسيدات وشبيبة ومدارس الأحد ليضيئوا قناديل موائد الكنائس خلال قداس الفصح المجيد. وكان قد وصل إلى عمان الأرشمندريت يعقوب خليل والأب نكتاريوس خير الله من بطريركية أنطاكيا قادمين من بيروت عبر مطار الملكة علياء الدولي لاستلام النور الفائض من القبر المقدس من يد قدس الأرشمندريت خريستوفوروس حداد الذي وافاهم إلى المطار لتوزيع بركته على كنائس لبنان. ونقل قدسه محبة وأدعية المطران خريستوفوروس لكنيسة أنطاكيا الشقيقة راجياً أن يكون نور هذا العام قيامة للبنان من محنته. كما وصل إلى مركز حدود جابر الأردني الأب إيليا تفنكجي من أبرشية بصرة وحوران وجبل العرب والسويداء من سوريا لاستلام النور الفائض من القبر المقدس من يد الأب ديمتريوس السماوي راعي كنيسة رقاد السيدة العذراء المفرق لتوزيعه بركة على كنائس سوريا. وقد نقل الأب سماوي محبة وأدعية المطران خريستوفوروس لكنيسة أنطاكيا الشقيقة راجيا أن يكون نور هذا العام سلاما وقيامة لسوريا من محنتها.
ومن جنوب المملكة حضر الأرشمندريت سابا حوراني الرئيس الروحي لمحافظة الكرك لاستلام شعلة النور المقدس من يد المطران خريستوفوروس ليبارك به كنائس الجنوب. ومن العقبة استلم الأرشمندريت إندراوس شامية الرئيس الروحي لمحافظة العقبة الشعلة لينير ويبارك بها كنيسة القديس نيقولاوس بالنور المقدس. كما استقبلت كنيسة الروم الأرثوذكس الفحيص شعلة النور المقدس المنبثقة من القبر المقدس في احتفال مهيب شارك به المؤمنون من أبناء المنطقة. هذا وقد شارك آلاف من المسيحيين في مراسم سبت النور في مدينة القدس عشية عيد الفصح لدى الكنائس التي تتبع التقويم الشرقي، وحمل المشاركون الشموع وتجمعوا داخل كنيسة القيامة في البلدة القديمة. ليبقى الأمل أن تحمل هذه الشعلة السلام والأمانة في كل العالم، وأن تكون قيامة السيد المسيح قيامة لكل الأوطان ورجاء بغد أفضل للجميع. المسيح قام، حقا قام. كما استقبلت محافظة بيت لحم في احتفال حاشد شعلة النور المقدس، حيث بدأ الاحتفال الذي شارك به حشد كبير من المؤمنين بمسيرة تقدمتها المجموعات الكشفية التي جابت شوارع بيت لحم القديمة حاملين الشعلة بفرح وسرور، وهم يرددون الأهازيج والأغاني حتى وصولهم إلى ساحة كنيسة المهد. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنفرح ونتهلل به كباقي المحافظات والمدن والدول والقارات، الأردن ولبنان والعراق وأمريكا وأستراليا وجميع العالم. تم استقبال شعلة النور في العالم أجمع، شعلة النور من القبر المقدس من كنيسة القيامة في القدس. فاستقبلت مدينة بيت لحم شعلة النور المقدس في شوارع وأزقة بيت لحم القديمة بحضور المتروبوليت فينيدكتوس الوكيل البطريركي للروم الأرثوذكس وحشد من الكهنة واللواء كامل حميد محافظ المدينة ورئيس بلدية بيت لحم الأستاذ حنا حننية وممثلي المؤسسات والمجموعات الكشفية وشباب كنيسة المهد وآلاف المؤمنين حاملين الشموع المضيئة وبرائحة البخور على امتداد المسيرة الفصحية، متوجهين لكنيسة المهد مهللين المسيح قام حقا قام. وبالزغاريت والرقص والزفة الفصحية كان الاستقبال الرائع. تخلل الاستقبال أغاني وترتيل وتوزيع هدايا لأطفال المدينة ومهرجين وبأجواء رائعة. كما شارك الاستقبال ككل عام حشد كبير من الحجاج من مصر وصعيد مصر، مما زاد الشعور بالفرح الفصحي. ومشاركة فنانين رتلوا وغنوا وأضافوا الفرح لأجواء العيد. مدينة بيت لحم دائما رسالتها رسالة سلام، رسالة محبة، وفي هذا اليوم، اليوم الثالث بعد صلب المسيح، نجتمع هنا أهالي مدينة بيت لحم وزوار المدينة من أنحاء العالم لنحتفل سويا بنور المسيح الذي يخرج من كنيسة القيامة وصولا هنا لمدينة بيت لحم ليحتفل الجميع بهذا النور وإدخاله إلى كنيسة المهد. فبذلك نقول للجميع كل عام وأنتم بألف خير والمسيح قام حقا قام. طبعا رسالتنا في هاليوم المقدس فش النور من قبر الخلاص اللي هي رسالة محبة، رسالة سلام. هذه هي الرسالة فعليا اللي مات المسيح علشانها لحتى يخلصنا من الخطية. رسالتنا لكل العالم يضلوا يحبوا بعض لحتى يعم السلام والمحبة وتنتشر لكل العالم. هاي الرسالة الحقيقية النابعة من قبر الخلاص. كل عام والجميع بألف خير، فصح مجيد، مسيح قام حقا قام. ها هي ساحة المهد تستقبل شعلة النور المقدس لتدخل الكنيسة وتضاء أروقة الكنيسة بالنور وبمرافقة التراتيل الفصحية. فالمجد لقيامتك المقدسة يا رب، فلقد قام يسوع من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. المسيح قام
حقا قام. للنور ساعة مارلين الحدوى من ساحة كنيسة المهد بيت لحم. تبادل المسيحيون في المملكة التهاني بحلول عيد الفصح المجيد، وبهذه المناسبة المباركة أقيمت في الكنائس الأردنية العديد من الأمسيات الروحية الفصحية المميزة، كما أقيمت صلوات وطلبات وابتهالات روحية بحضور الآباء الكهنة وجموع المؤمنين. إلى التفاصيل. بعد رحلة الصوم الأربعين المقدس وصولاً إلى أحد الفصح المجيد، عمت الأفراح قلوب المؤمنين من كافة الكنائس في الأردن وصدحت بالترانيم المسيح قام من بين الأموات. هذه المناسبة البهيجة التي تعد فرصة لالتقاء العائلات والأصدقاء، غايتها تعميق روح المحبة والأخوة بين عموم الناس. وفي صبيحة يوم العيد أقيمت في الكنائس الصلوات والقداديس، وأضيئت الشموع، وتليت العظات والدعوات، واستذكر رؤساء الكنائس والآباء في عظاتهم المبادئ والمعاني التي جاءت بها رسالة الرب يسوع المسيح لأجل خلاص البشر بما فيها من تضحية وفداء للبشرية جمعاء من أجل إرساء المحبة والسلام. ففي كاتدرائية دخول السيد إلى الهيكل الصوفية وبمناسبة عيد الفصح المجيد، ترأس سيادة المطران خريستوفورس عطالله مطران الأردني للروم الأرثوذكس خدمة قداس أحد الفصح العظيم. عاونه في الخدمة عدد من الآباء الكهنة والشمامسة والرهبان بحضور جمع غفير من المحتفلين. وفي عظة القداس دعا سيادته الله العلي القدير أن يجمع أبناء الرعايا على الفرح والسلام الحقيقي، حتى نستطيع أن نحب بعضنا بعضا ونحب المسيح والعالم أجمع، وأن يديم نعمة الأمن والاستقرار على بلادنا المقدسة. كما أقيم في كنيسة العذراء الناصرية للاتين الصوفية قداس أحد الفصح المجيد، وقد ترأس القداس سيادة المطران جمال خضر النائب البطريركي للاتين في الأردن بمعاونة الأب حنا كلداني راعي الكنيسة وحضور جموع حاشدة من المؤمنين. وفي رسالته الفصحية وجه سيادته إلى الاستعدادات الروحية لعيد الفصح من خلال المصالحة مع القريب، لافتا إلى أهمية تطهير القلوب من كل حقد وضغينة ومن كل شر وخطيئة لكي ينال المؤمن نعمة عيد القيامة. وفي ختام عظته رفع المطران خضر الدعاء إلى الله بأن يديم نعمة الأمن والاستقرار في وطننا الأردن في ظل قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله الثاني. وخلال احتفالات عيد الفصح التي عمت كنائس المملكة في شمالها ووسطها وجنوبها، استذكر المؤمنون في صلواتهم مدينة القدس لكي تبقى مدينة مقدسة للسلام وحضارة للمحبة، لأن على أرضها المقدسة عاش السيد المسيح تجربة الأربعين يوما قبل دخوله لأورشليم القدس، ومنها قام من بين الأموات وصعد بمجد إلى أعالي السماوات. وبهذه المناسبة المباركة يسر فضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين ممثلة بمديرتها الإقليمية الدكتورة باسمة السمعان وفريق العمل أن تتقدم بخالص التهنئة والتبريك إلى كافة الأخوة المسيحيين، راجين المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير والهناء والسعادة، وأن يحفظ الأردن ملكا ووطنا وشعبا. وكل عام وأنتم بألف خير ومحبة وسلام. يصادف يوم 24 من الشهر الجاري ذكرى مرور 8 أعوام بعد الماء على المذبحة والتهجير القسري الذي تعرض له الشعب الأرمني في وطنهم على يد السلطة العثمانية، واستشهد بسببها حوالي 1.5 مليون شخص، حيث أجبر الجيش العثماني بعد المذبحة أبناء الأرمني وغيرهم من المسيحيين على ترك ديارهم وأوطانهم قسراً والسير على الأقدام لمئات الأميال أثناء مغادرتهم بلداتهم وقراهم مع حرمانهم من الغذاء والماء.
قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأب جورج شرايحة، حلقة جديدة بمناسبة عيد الفصح المجيد، حيث تلقى البرنامج اتصالات ومعايدات من عدد من الأباء الكهنة الذين قدموا التهاني لجميع المسيحيين ولمكتب فضائية نورسات في الأردن على جهوده المتميزة في كافة المناسبات. فإلى هناك من وقت عيد الميلاد لا الفصح، إنه هذه بتلخص مسيرة حياتنا الأرضية. نحن لما منخلق كأطفال ومنعيش المسيرة بكل صعابها وبكل مجرياتها بكل التحديات تبعتها زي ما عاش السيد المسيح، فإحنا من وقت عيد الميلاد كريسمس زي ما بحكم عيد الميلاد لوقت عيد القيامة أحد القيامة، هذا بلخص حياتك أنت، حياتي أنا كمان. المسيح عاش حياة كمان مثل ما أنا كمان عشت بصعوباتها، وعلمني كيف أني أتحدى، علمني كيف أني أثق فيه، علمني كيف أمشي بهالحياة بالرغم من هالمغريات ولا بالرغم من هالتحديات اللي بتواجه كل إنسان بغض النظر على اختلافها. يعني مثلا اللي عاش التهجير المسيح عاش التهجير، اللي عاش الظلم المسيح عاش الظلم، اللي عاش الألم المسيح عاش الألم، المسيح عاش القهر، المسيح عاش الحزن، المسيح بكى على صاحبه مثلا إليعازر بكى عليه لما مات، بحزن للناس، بحزن للفقراء، بحزن للناس اللي كانت مثلا بتعاني من أمراض ومنبوذين من المجتمع. يعني كلها هذه نحن كمان منواجهها في حياتنا، فعلمنا كيف نمشي بحياتنا وكيف نثق فيه ونضع ثقتنا فيه، وبالنهاية نحن كلياتنا رح نقوم مثل السيد المسيح رب المجد قام من بين الأموات أكيد يوم الأحد. فمن يوم عيد الميلاد بتحس إنه هذا ملخص حياتنا كلها. بحب أنوه دكتورة لشغلة مهمة حكاها قداسة البابا وركز عليها بأكثر من مرة بزمن الفصح، عن موضوع تحية الفصح، المسيح قام حقا قام ونحن شهود على ذلك. بيحكي قداسة البابا أنه لاحظ بالثقافات المختلفة، هاي ثقافة شرقية. هاي ثقافة شرقية لأنها صارت القصة عندنا بفلسطين، واليهود شككوا وقالوا أنه تلاميذه سرقوه، فطلعت هاي الشغلة ونحن شهود على ذلك تأكيدا على الموضوع. بنحب ننوه دكتورة أنه بما أنه ثقافة يسوع المسيح والمجتمع السائد وقصة الخلاص كلياتها شرقية، وتحيات سواء الفصح أو الميلاد هي تحيات شرقية، فيما بعد اللغة الإنجليزية انتشرت وفيما بعد ترجمت الهاي بهابي إيستر وميري كريسمس. لذلك بنحب إحنا لا أن تكون يعني كثير أولادنا وأطفالنا والأجيال كلها عم بتحيي التحيات اللي باللغات الأجنبية اللي اليوم أخذوا لها تأويلات وتفسيرات وثنية وصاروا يحكوا هاي إيستر عشتار الإله والإكس، يحطوا إكس بعدين يختصروها بالضبط. فإحنا بنوجه الأخوة المشاهدين والمؤمنين أنه إحنا تحية الفصح هي المسيح قام، واللي قدامك بيجاوبك حقا قام، وبعيد ولد المسيح فمجدوه الشرقيين بحكوا والغربيين بحكوا هللويا. نحن المسيحيون نؤمن بأن المسيح قائم ودائما هو قائم بيننا. الحدث القيامي لم يحدث مرة في التاريخ كذكرى، وإنما نحن نحيا القيامة بحد ذاتها، لأن المسيح بقيامته قد حررنا من الموت والفناء اللي هو نتيجة خطيئة آدم وحواء، ومن الحالة المرضية اللي احنا ورثناها من آدم وحواء، وبالتالي أعطانا الحياة الجديدة، حتى كما يقول بولس الرسول حتى نسلك في جدة الحياة، أي الحياة الجديدة. والحياة الجديدة هي أن نحيا حياة الله، حياة الثالوث، حتى نصل إلى حالة التأله، حالة القداسة، حالة الاتحاد بالله بالنعمة. وهذا بدل على أنه إحنا بالمعمودية إحنا أصبحنا أبناء الله، لأنه المعمودية هي قيامة المسيح، ونحن نتحد بالمسيح بالمعمودية ونقوم معه، وبالتالي نحن نموت ونقوم معه، وهكذا نحن نسلك في جدة الحياة. هكذا يعلمنا الكتاب المقدس، ويعلمنا أننا نحن أصبحنا أعضاء في جسد المسيح المتأله، نحن أعضاء المسيح، أنتم جسد المسيح وأعضاء وأفراد، يقول بولس الرسول. المسيح قام وليس هو هنا، القبر فارغ،
فهذا بعطينا دائما أمل ورجاء. بحكي في إنجيل يوحنا 28 إنجيل في إنجيل يوحنا 21 إنه قام بالجسد المسيح أراهم يديه وجنبه، وكمان إنه القيامة هي قيامة حقيقية. وإنجيل متى 28 بيحكي عن القبر الفارغ. هالنقطتين بيعطونا دائما أمل ورجاء إنه هالقبر والحجر دحرج، وبنشبهه كمان في مرات قلبنا بيكون عليه حجر، بيكون مسكر، بيكون في خطايا، في صعوبات، مشاكل. ولكن هالمرحلة، مرحلة الصعوبات والمشاكل، هي مرحلة زي الصليب، هي مؤقتة، والمرحلة اللي هي الأساس هي القيامة. فندعو الجميع لأنه ربنا يعطينا البركة، يعطينا الفرح، لأنه المسيح حكى افرحوا من بعد القيامة، أعطى علامة الفرح. وهالفرح إحنا كمان دورنا أنه ننقله وننشره للجميع. التحية المسيحية في هذا اللقاء، في هذا اليوم، في هذه المناسبة، المسيح قام، حقا قام. اللي بتأكد علينا إيماننا المسيحي، نحن نؤمن بالقيامة ولا نؤمن بالقبر المليء، وإنما القبر الفارغ. نحن لا نؤمن بالجمعة حزينة وإنما جمعة عظيمة، لأننا لا نتطلع إلى الموت وإنما ما بعد الموت بقيامة الرب يسوع المسيح. لذلك نهتف: هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنفرح ولنتهلل به. نفرح ونتهلل بأنه الرب يسوع المسيح أكمل الرسالة. عندما جاء ملء الزمان أرسل إلهنا الحي ابنه ربنا يسوع المسيح آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وكمل الرسالة بخلاصنا، يعني على الصليب حملنا ونظر إلى أوجاعنا وأزالها. واليوم إحنا منعيش ورقة بيضاء بإيماننا. القيامة مش إشي سهل. والناس شافت ابنة ناين وابن الأرملة ولعازر الرباعي الأيام، ولكن كان صعب جدا اللي حتى عايشين معه التلاميذ إنهم يصدقوا، وطلبوا منه أعطينا آية، فقال لهم: ليس لكم آية إلا آية يونان. وهم من عم بيعرفوا عايشين مع تلميذي عمواس اللي بنحتفل فيهم اليوم، بيصاروا مع الرب يسوع المسيح من القدس إلى عمواس، ولم تتفتح أعينهم إلا ما بعد ما كسر الخبز وشكر، تفتحت أعينهم فاختفى من بينهم. اليوم إحنا بدنا الإيمان، الثقة الكاملة بإيماننا بالرب يسوع المسيح هو اللي بيخلينا نعيش هذا الإيمان. بدي أول شيء تحيتكم أنتوا كإعلان، لأنه أنتوا عم بتوصلوا تحيتنا الفصحية لكل أهلنا، لكل شعبنا، إن كان بالأردن من جلالة الملك لمعالي الوزراء المجتمعين والنواب والأعيان، وهالشعب الطيب. تعرفي أنا بدي باسم ضبطه، امبارح كنا هيك عم نتواصل مع سيدنا موسى، عيد أهل هالمملكة، عيد كل القيمين عن أنه يضل السلام والوئام وهون، ونضلنا عيون على القدس وعلى هالأماكن المقدسة، لأنه من شرقنا عم نحس بأنه النور عم بفيد، الحب عم بفيد، السعادة عم بتفيد، الوحدة عم بتفيد. هيدا كله دكتور ما فينا إلا ما نعطيه كريدتس كتير كبير، وأصلا كريدت لجليلته ولهالناس الطيبة اللي بالحقيقة من حوالي 50 سنة مشيوا بهالمسيرة، مسيرة إنه نعيد سوا، نصرخ، نهتف سوا المسيح قام. فرح كبير بالنسبة للكنيسة إنه مشاركة حقيقية ومشاركة فاعلة لمسيحيين من كل كنائسنا في الأسبوع المقدس. وهذا الشيء بعطينا الإشارة إنه
حيوية الإيمان لسه موجودة رغم كل التحديات اللي اليوم الإنسان المعاصر والمسيحي بيعيشها، ولكن بيضل شعلة الإيمان دائما موجودة، واللجوء إلى مصدر النعمة، إلى العلاقة مع يسوع المسيح المائت والقائم من أجلنا هو شيء أكيد وثابت يعني. فهاي اللي شفنا كثير من كهنتنا يعدوا ساعات طويلة بالاعتراف، وهذا الشيء كمان حلو كثير، وأكيد في نعم ربنا مرقها وربنا خلص فيها أشخاص في هالزمن المقدس. هذا العيد نسجد لك أيها المسيح ونبارك لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكيرا بأبرز ما جاء فيها. البابا فرانسيس: أعبر عن قربي من جميع الذين يحتفلون بعيد الفصح في الشرق. رئيس الوزراء ورئيس وعضاء مجلس النواب يهنئون المسيحيين بعيد الفصح المجيد. الأردن يستقبل شعلة النور المقدس لتنتقل منه إلى العالم. وسط أجواء من الفرح والبهجة، كنائس المملكة تحتفل بعيد القيامة. البطريرك بتسبا لا يحتفل بعيد القديسة مريم المجدلية. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني nursajo.org. طابت أوقاتكم وكل عام وأنتم بخير.